هذه غير بعد غير لائحة بعد تبعية غير بعد الأشياء التي تسبب حساسية تسبب قلق ضجر ديبريشن سميوها أي حاجة المهم حاجة تتعلق بالحالة النفسية. غادي نخليو النسيان لأن يعني شكون دابا النسيان حتى هو ولا واحد مشكل كبير غنخليو النسيان ماشي النسيان ديال الحفظ وما تعقلش النسيان ديال الحفظ وما تعقلش كيتسمى البرمجة هذيك ميموريزاسيون هذيك حاجة أخرى هذيك عادية النسيان ديال الشخص اللي كيكون غادي باغي يجي ياخذ واحد الحاجة ملي كيوصل لمكان ما كيعرفش علاش جاي كيعرفش علاش جاي ولا كيبغي يتذكر حاجة اللي هي الله 10 دقائق ولا 15 دقائق كيتبغي تفكر مشات يعني لا في الميموار فيرتويال ولا مشات تمام خرجت من الطرابور خرجت من هذا فهاد المسألة هاد المسببات الفري راديكال الجذور الحرة غنعلي نفسر لكم داكشي بسرعه لانكم نتوما غتقراو هادشي ان شاء الله غادي نديروا لا ديجيستيون غادي نديروا الميتابوليزم غادي نديروا البيوشيمي سانغين غادي نديروا الفيزيولوجي فيزيولوجي غادي نديروا هادشي غتقراو الفري راديكولز هادو الجذور الحره كتجي غير من ثلاثه الحوايج عقلوا عليهم الله يرضى عليكم اللي عاد شي واحد يقرركم شي قرايه ديال كندا ولا ديال شي قنت اخرى كيجيو غير من ثلاثه الحوايج انا نلخص لكم هاد الامور كيجيو من اللحوم والالبان والسكر صافي هادو هما اللي كيخلفوا الجذور الحره وهذا هما اللي خربوا صحة اللي خربوا العالم في اسم هاد الثلاثة يجيو من اللحوم يعني استهلاك اللحوم يوميا اللحوم كتستهلك ولكن ماشي يوميا واللحوم ليست مادة أساسية لكن نكمل بالعربية ولا نديرو الفرنساوي نديرو العربية بغيتو نديرو الفرنسية وتمازيغ ما كاينش مشكل هاد الثلاثة اللي كيعملوا جذور الحرة هما اللي كاينين في النظام الغذائي الآن اليومي اللحوم والسكر والألبان هما اللي كاينين اللي كيصرفوا الجذور الحرة هما الحبوب والقطاني والخضر والفواكه عكس تماما هو الانتقال هذا ما خدامش ايوا ولكن لما كنتوش تسمعوا خصكم تغوتوا تضربوا يديكم وتضربوا رجليكم على الارض لا ما كديروهاش ما كديروهاش الاستاذ حنا كنا كنديروها الاستاذ خير ان شاء الله دابا مزيان لا غادي نحاول شويه صافي جيد نحاول نزيد شويه في السرعه لان كاين مصطلحات الحمد لله ان محاضره في كليه الطب مصطلحات غادي يكونوا معروفين غير يعني نركزوا على كيفاش الاداره ديال المعلومات ادارات المعلومات جيستيون دو لانفورماسيون كنسميها هاد هاد المساله هذه ديال هاد اللائحه الفري راديكوز جذور الحره اوكي الهيفي ميتالز معادن ثقيله الالومنيوم الزئبق ميركوري هذا وحتى النحاس نحاس معدن سام معدن سام النحاس معدن سام والغريب ان النحاس الان لان داروا الناس تحليل ديال الدم ديال التوكسيكولوجي داروا تحليل ديال الدم غادي يلقاو النحاس طالع لان النحاس يستعمل في المبيدات هو اللي كيرشوا به الزيتون والرمان ولا يعني النحاس اللي كيجي من المبيدات ما بقاش كيجي من اواني الطبخ هاي والهيفي ميتالز هذو المعادن الثقيله الرصاص الالومنيوم الزئبق داخل الارسنيك الارسنيك تاع الكادميوم ارسنيك والكادميوم كيكونوا في المبيدات طبعا وداخل معاه النحاس حتى هو كاين كاين السلفايد هذو المركبات السلفيدريجونيه ديال لي كومبوزيت سوفر ليليمون سوفر هذا يعني العنصر الكبريت هو العنصر الان الملوث رقم واحد ملوث رقم واحد ديال الجو هو غاز الكبريت لان دخان السيارات ولان هادو لي برودوي نيتواياج المنظف المطهرات المواد اللي كننظفوا بها ونطهروا بها لان الكوزميتيك لانهم كيدار في السماد الفلاحي لانه كيدار في كثير من الاشياء يعني هذه لو سوفر دابا هذا المشكل ديال الكبريت هو اللي خانق العالم دابا هو اول ملوث الاديتيفز هادو الفود اديتيفز كاينين خمسه ولا سته غادي نشوفوهم هادو ماشي غير ديبريشن غيديروا كثره الحركه والديبريشن ويديروا كل شيء هادو منهم طارترازين هذه 102 منهم الالورالويد منهم سانسيتيلو منهم هذه المهم الملونات حيت المضافات الغذائيه فيها المحفزات الملونات المجمدات المحمضات المكسرات فيها بزاف يعني الملونات كولورانت الملونات هما اللي كيديروا ديبريشن هما اللي كيديروا كثره الحركه وكيديروا ديبريشن وكاينين في جميع المواد اللي كتشريوها كوغطا داك الشيء المشروبات الغازيه وداك الشيء كلهم فيهم ملونات فطبعا لان الملونات كيديروها لان باش يخفيو باش يزينوا الماده يعني ما يمكنش ما يلونوهاش حتى حنا الحيط كنصبغوه باش يزين
هي الحيط اللي تصبغ ما كاين مشكل، ولكن الماكله ملي كتصبغ كاين مشكل. وكاين البيستيسيد هادو المبيدات، وكاين الاشياء اللي كتجي من الطبخ بحال الاكريلاميد والبيروكسيد والميلانويد. الاكريلاميد هو كيدير ديبريشن، كيدير هو كثره الحركه وكيدير قلق. وكاين هادو الفولاتيل انالنتس، هادو المواد الطياره اللي كاينين في التنظيف، حتى بحال البنات اللي كيمسحوا هذيك الصباغه ديال الضفران بهذاك اللي كتسميو ديليون، واحد ملي كتكون تمسح في الضفرانه كتكون حانيه نيفه وكتشن كتبوق. هذوك الانالنس، هذوك الانالن، هاد الحوايج اللي كيدخلوا مني بحال السراج ديال الاحذيه، هذاك الملمع ديال الحذاء، بحال هاد القضيه هذه ديال هذا المحلول اللي كيزولوا به الصباغه ديال الاظافر، اشياء كثيره، صباغه الشعر، بحال الاشياء هذه اللي فيها هاد الانالنس، ديك الحوايج اللي كيتشموا، كاع الحوايج اللي في الدار منهم حتى البروبان، منهم حتى البيطان والبروبان ديال الدار، الغاز ديال الطبخ ديال هذا، كيكون واحد التسرب بسيط جدا اللي كيبقى طول النهار والليل اللي الانسان ما كيشموش، ولكن هذاك التسرب كيتجمع وقتها هو كيعمل مشكل ديال الميغران وكيعمل ديبريشن. هذا عندنا السويتنرز بالانجليزيه، السويتنرز، سويت هي حلو، هما المحليات، الاشياء اللي كنحليو بها، ماشي سكر، اشياء اللي كنحليو بها بحال الاسبارتام والسيكلامات طوماتين الداخل، هذا لازي سولفان دو بوتاسيوم، هادو كاين هادو ايديل كوروم فرنسي كيسميو ايديل كوروم، كنسميهم سويتنرز ولا المحليات العربيه، هادو مواد كيماويه لا توجد في الطبيعه، الجسم لا يعرفها ولا يعترف بها. ملي غادي تقراو الفيزيولوجي غادي تشوفوا بان لو زانزيم، هادوك الانزيمات اللي عطانا الله في الجسم ديالنا، انوزا ايكيبي، الله جهز الجسم بالانزيمات اللي غادي يحلوا المواد اللي خلق لنا نعيشوا عليها، ها لاميلاز والبروتياز ولا ليباز والفوسفاتاز الكالين ولا ليبوبروتين ليباز، المهم الانزيمات اللي غادي نحلوا بها المواد اللي غناكلوا، الله جهز الجسم بهذه الانزيمات، ولكن الاشياء اللي صنعها الانسان ليس هناك انزيمات في الجسم اللي غادي يحلوها. ياك متبعين معايا الطلبه مزيان؟ ها الجسم ما عندوش، ليس لديه انزيمات، بمعنى انه ياكلها وكتخرج اسبارتام سكرين سيكلامات، هذا الشيء علاش كتعطيكم زيرو كالوري. ياك فهمتوا الفينومين دابا؟ كتعطي زيرو كالوري لانها لا تهضم، لان الجسم لا يعرفها ولا يعترف بها، لان ليس لديه انزيمات اللي غادي يحلوها، كياكلها ويخرجها كتعطي زيرو كالوري. هذا الشيء اللي كيكتبوا لكم انتم او كالوري ولا ويزاوت كالوريز ولا عندكم لايت ولا دايت ولا حاجه كيكتبوها على هذا زيرو كالوري، لانها لا تهضم، زيرو كالوري لا تهضم، لان كانت غتهضم غتعطينا كالوري، غتعطينا غير كالوري واحد ماشي 600، ولكن كتدخل ملي قبل ما تخرج كتضرب الخلايا ديال القولون، وعلى المنطقه الحساسه في القولون فين كاينه الكولوريكتال، هي اللي كتمتص الادويه، هي اللي كل شيء، لان لون بوليفاجي كيمتص من الريكتوم، وهذه المنطقه هي المنطقه الحساسه من عند سيغمويد، وراه تشوفوا تقريبا لي تيمور ديما السرطان ديما كيبدا من هذه المنطقه، كيكون بعيد على لا ريجيون انال، كيكون بعيد عليها بواحد 4 5 سنتيمتر حتى 6 سنتيمتر، من بعد كيطلع حتى الكرون، الكرون هو تيبدا من نفس المنطقه، هاد لا نيكروز. فهاد هاد 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 المصيبه ديال هاد السويتنرز، هاد المحليات، مسمينهم ذا كيلر، ذا سيلنت كيلر، القاتل الصامت. عليهم شر لا بد منه كما نقول، شر لا بد منه، عليهم اللي بغى ياكل ياكل يتفضل. انا ما نقدرش ناكل، والله ما نقدرش ناكل حاجه ونخون نفسي، يعني انا عارف يعني المسائل ديالهم ونغمض عين، لا يمكن لا يمكن، حتى ولو لقيت بالجوع ثلاث ايام، ومن اللي ما تلقى ما ناكل ما تناكلش. الجوع ما كيديرش ديبريسيون، كثره الاكل كدير ديبريسيون. الجوع ما كيديرش، بالعكس الجوع تتركز، الجوع كيدوزوا الناس امتحان جيعانين، ما تجيبوش معك من الحلوى نهار الامتحان تاكلوا الشوكولات باش ديروا الانرجي، هذوك الخرافات ديال دوزوا امتحان جيعانين، غير هو فطروا الصباح مزيان، فطروا بالتمر. علاش التمر؟ التمر فيه اليود وفيه الفيتامين بي وفيه الالياف، الكالم بيان لينا، تركز مزيان ما كيتعياش، واخا الامتحان يكون فيه ساعتين ما تعياش. والقطاني، علاش القطاني؟ القطاني فيه تريبتوفان، تريبتوفان كتعطي السيروتونين، الكالم لينا،
تفطروا الصباح بالبصارات الفول والتمر وتجيو الامتحان وكون امتحان جيد عندكم تفطروا في الشوكولاتة. كاين الويفز اند راديشن. الويفز هما لي زون ديال الجوال ولا ديال التلفزيون ولا ديال التليفون ولا ديال الساتيلايت ولا ديال التبريد في السماء. المهم لي زون هذا المشكل ديال الدبدبات. هذا المشكل ديال وهذا المشكل ديال الدبدبات مع الغله ما عندنا ما نديرو. ها الساتيليت فوق منك اش غطلع تهبط نشوفوا لان هذا الجي اس ان ديالك اللي كيتقلب اوتوماتيك ويعطيك الطقس ويعطيك الديبار دي تران والطيارات ويعطيك حتى في الا كان جاي من هذا. طبعا راه كاين ثمن الساتيليت باش خدام ماشي راه كلشي كياخذو من الفوق ماشي باش غادي تكونيكت انت مع فرنسا ولا مع المانيا ولا مع كندا ولا اخر بلد في العالم كتقول لي الو او موان دو 30 سكوند كيقول لك الو. يعني داك السرعه ديال الانترنت راه ماشي وتسنى انت هاد الدبدبات تمشي من المغرب حتى ماليزيا يعني وقتاش غتوصل. يعني هاد المسائل هادي جاري هادي كلها ساتيلايت. ساتيلايت علينا عندي شويه برونونسياسيون بعض المرات تكون انجلو ساكسون ماشي مشكل. وهذا المشكل هذا ديال الساتيلايت هو مشكل عالمي ليس في المغرب انما جميع الدول غادا. والغريب في الامر غريب في الامر ان كاين دول وقع فيها مشاكل اكثر من دول اخرى. علاش؟ واش التمركز ديال الساتيلايت في واحد المنطقه كيضر بعض الدول وما كيضرش دول اخرى؟ هذا كيدخل في القانون الدولي. هاد خص الناس اللي كيدرسوا القانون الدولي خصهم يعاودوا يرجعوا لهذا المشكل هذا باش يشوفوا بان كاين القانون ديال البحار بان شحال عندنا احنا من كيلومتر في البحر ديالنا اللي داير المغرب من الناحيه القانونيه عندنا 40 كيلومتر 45 كيلومتر وشحال عندنا في الجو الفوق حتى واحد ما خصو يقيسو حتى هو خصنا نشوفوا لان طبعا الجو توا ديالنا ماشي. فعليا القانون الدولي دابا شكون اللي يقدر يحركو؟ حتى واحد ما يقدر يحركو. تقول لي عندي 45 كيلومتر في البحر ينقصوا لك منه يقول لك عندك 15. علينا اشياء لا نتحكم فيها غالب الله ما عندنا ما نديرو ولكن الاشياء التي نتحكم فيها ممكن نعملوها. الاشياء التي نطبخها في المنزل الاشياء التي نشتريها من السوق الاشياء التي نفطر بها او نتغدى عليها او نتعشى بها ولا حاجه هذه ممكن نتحكم فيها. فهذه ممكن ادارتها في المنزل ممكن الاداره ديالها ممكن يعني التدبير ديالها يكون ان شاء الله جيد. كاين الاشياء الان العكس تماما الاشياء التي تحفظ المخ من الشيخوخ انا سميتها هذه الدات وود بروتكت براين ولكن في واحد المحاضره سميتها الميموري ايجين يعني شيخوخه هذا المخ شيخوخه الميموار ديالكم هذه اللي كيخزن المعلومات الميموار وكل شيء في المخ. المخ شنو هو الميموار؟ ما كاينش ميموار ما كاينش الخلايا ديالو المخ لا ما ميموريزاش ما خداناش. الخلايا ديال المعده كتهضم الخلايا ديال المصران كتمتص الخلايا ديال العظام كتشتغل الخلايا ديال الدم كتوصل الاكسجين كتوصل المغذيات يعني الخلايا ديال المخ شنو خاصها تبرمج خاصها تستوك خاصها تبرمج ماشي. فهاد المشكل هذا ديال هاد اللائحه الاولى راكم شفتوا عليين هذه لابد منها راه كاين يعني حنا معرضين يوميا لهاد المركبات ما عندنا ما نديرو. ولكن كاين الاشياء التي تحفظ المخ هي الاول السلطان الاول السلطان نسميو حنا سلطان التغذيه هو الاوميغا 3 حمض الاوميغا 3 وحمض الاوميغا 3 اول سورس ديالو هو المصدر الاول ديالو راه ماشي السمك. حيت راه غادا ان شاء الله غادا تكون واحد فاي تي في غادا تبدا وغادي نصحوا جميع هذوك الاخطاء وذوك التلبسات اللي الناس باقيين كيعاودوهم وكيردوهم فهمتي. بروتينات في اللحم بروتينات ما كاينينش في اللحم بروتين قطعني فيه 22% ديال البروتين اللحم يلاه فيه 18 حتى 19 بروتينات كاينين في القطاني كاينين في الحمص والفول والعدس واللوبيا وكاينين في الجلبانه ولكن ديك القضيه ديال اللحم الناس سمعوا اللحم بروتين اللحم ما تاكلش اللحم ها ملي غادي يجوني البروتين. غريب غريب والله غريب ما نفسرهاش لكم علميا علميا نقدروا نفسروها ندخلوا لي فان اسيد امينيو تريونين ولا ليزين ولا ليزين سوتروب شي لي زانيمو ما كايناش في لي فيجيتو ندخلوا لديك الروينه بلاش غنفسرها لكم بالواقع ولا شي واحد يقدر يقول ليه صبعو بالواقع ملي كنبغيو نسمنوا التور اشنو نعطيو هذه كنعطيو الذرة كنعطيو الحبوب لي سيريال كنعطيو الذرة والفول كاع كنعطيو هاد الذرة هاد المعامل ديال العلف كلها كتخدم بالذرة 60% الفورميل ديالهم فيها الذرة كنعطيو لي سيريال كنعطيو النشا كنعطيو الذرة والشعير ملي نبغيو نسمنو طوريو ديال طون طور فيه طون كنعطيو الذرة باش يعطينا طون ديال اللحم ديال البروتين. نعم ولا لا؟ ما كنعطيوش اللحم ها والبيضة كلي
من هاد التور منين جاوا هاد الزاسيد أميني باش دار دوك لي بروتين. إلا كنتو كتقولوا بأن الشعير غير كافي للتغذية صافي ما بقاش نزيد الله يرضي عليك. فكروا فيها وكتبوا إنشاء وصيفطوها لي نصححها الله يرضي عليك. صافا ياك فهمتوا الأمور كي دايرة باش نصحوا المفاهيم المغلوطة اللي كانت إغراءات إشهارية وليست علمية، والعلوم بريء أو الطب بريء من هاد الإشهار هذا ديال بأن البروتين في اللحم بأن اللحم ضروري للتغذية. اللحم ليس ضروري في التغذية، من قال ضروري عنده علم ديال 1968 خصو يدير الأبديت. أما العلم ديال 2000 ولهنا اللحم ليس مادة ضرورية. الأمريكيين كيوصيو به مرة في الشهر ويكون لحم أحمر ديال الحيوانات اللي سارحة بيستورد أنيمالز لي زانيمو دو باتوراج. باش لان الطب حتى هو خصو يواكب الحقائق الواقعية اللي الناس كيعيشوا فيها. ما يقدرش مثلا طبيب تخرج من مدينة فاس ويمشي يفتح مثلا، نضرب مثال بالعروبيه ديالكم، مش العروبيه ديالنا، العروبيه ديالنا ما كيعرفوش كاع الشلاط اش نصالي، ما كياكلوش لي صالاد كاع كياكلوا الحريره. لكن واحد يحل في تازوطا ولا في سكوره ولا يفتح في جيتاونات ولا جيت عين عايشه يفتح كابيني في شي دوار ويجي عنده شي شيباني ديابيتيك يبدا يقول لي بقى تاكل لي صالاد وبقى تاكل هادشي. داك الشيء ماني عارف لا لي صالاد لا والو، مولف بالطيب وهاري، مولف بالهرقمه، مولف بالكرشايط القليه، كي غدير لي؟ خاص الطبيب يكون عارف علم شويه ديال علم الاجتماع ديال نمط العيش ديال الناس باش ما يخرجش عليه. وعندنا البديل، قد دير مرصود فروماج ان مرصود فيون شي مره هكا ودير هادشي. وهذاك السيد ما كيعرفش الفروماج كاع ما كيبغيش كاع كيديروا عندنا في الكخ ما ناكلوش باغي السمن. كي غدير انت تبدل ليه نمط العيش ديالو حتى ما يمكنش من المستحيل. يعني خاص الطبيب يكون ملم بهذه الاشياء وخصو يكون عالم وعارف بهذه الاشياء باش ملي يفتح عياده في شي قبيله ولا شي منطقه ما يخالفش العادات الغذائيه ديال ديك المنطقه. وإلا كان قارن عنده ديما عنده باش يبدل. إلا كان عارف بروتينات راه ما كاينينش عارف اللحم كاينين في القطاني، القطاني مزيانين هما اللي السكر ما يديروا لهم والو. بالعكس هما القطاني خاصهم ياخذوا هما اللي السكر. القطاني فيه بروتينات املاح معدنيه الياف غذائيه دائبه عرفتي سوليوبل فايبرز هما اللي خاص الناس ديال السكر لان المناعه ديالهم متدنيه وامتصاص ديالهم ناقص. يعني عوض بالعكس وخصهم يحيدوا اللحم لان اللحم فيه الكوليسترول وفيه الجراساتيوري ما خصوش ياكلوا ديابيتيك. يعني هذه هي الاشياء اللي خاص الطبيب يقراها باش تزيدوا قوه، تزيدوا قوه مع الطب ديالو. وغادي يبدا العمل ديالو غادي يمارسوا عليه كما كنسميو حنا بسهوله، وغادي الناس يعطيوه الفلوس ويزيدوا ليه البوسه على الراس. ماشي ما يعطيوش فلوس، يعطيوه فلوس ويعطيهم ضحكي، حنا بغينا المالاد يعطيك فلوس ضاحك، ما يعطيهمش لك باكي. ياك فهمتوني اش بغيت نقول على الأطباء؟ نعم، وراه ممكن جدا، والله ممكن 101%، ممكن، إن شاء الله. ملي غادي ندير الجامعة ديالي إن شاء الله أنايا غادي نجيو تقراو عندي واخا؟ إن شاء الله. ها، تخرجوا أطباء تجيو تقراو عندي، أنا ماشي بزاف، غتقراو عندي عام. وممكن تحلوا هذيك الساعة في الهند ولا في أمريكان ولا في كندا ولا حتى واحد ما يقول لكم لا. علاش انا عندكم علم مع حتى واحد علاش ما يقول علاش غادي يقول لك لا؟ لك انت قاري الميديسين كونفونسيونيل هذه اللي كتقراوها انتم وقاري الميديسين ناتوريل كنسميوها انتيغريتيف ميديسين هي اللي دابا ولات كتدرس. الامريكيين كيمشيو دابا لنيو ديلي كيقراو الطب الهندي ولاو كيقراو الكي والحجامه وكل شيء. راكم شفتوا لي سبورتيف هذا العام المفاجاه اللي فاجئوكم في هذا كلهم حاجمين. القانون الاوروبي كيمنع الحجامه ممنوعه من القانون المغربي مأخوذ من القانون الفرنسي. الحجامه ممنوعه في القانون المغربي واش فرصكم هذه فرصكمش؟ لا ممنوعه في القانون الفرنسي، ممنوع الحجامه في فرنسا. الا شدوا طبيب كيحجم يمشي للحبس. والقانون ديالنا مروت على قانون غير حنا كنسمحوا بها. علاش؟ لان دوله عربيه وبان الحجامه كانت في لي براتيك ديالنا وخليناها سمحنا بها. اما هي قانونيا من علاش ماشي ممنوعه؟ ممنوعه لانها كتزاحم، لانها غادي تزيد واحد العلاج بدون دواء، لان غادي يشرط وما غادي ياخذش الدواء. فهمتوني؟ وعلاش الطبيب ما يزيدهاش؟ ياك يكون عارف حسن ما يكون ما عارفش، فهي يزيدها الطب ديالو. والكي دابا العرب هما اللي كانوا بارعين في الكي، وكاينين امراض الان لا علاج لهم الا الكي. الان كاين امراض الان اللي كاينين كيكونوا في القدم، واحد لا دولور كتكون في الطالون في القدم، واحد لا دولور كتكون في الرجل، وضرب بالكورتيكويد والكورتيز ضرب مع راسك تتشبع والو. وكاين الكي ولكن الكي تا هو راه تقنيه تا هو راه طيب
ماشي تحمي من جلو تحطوا لي على رجلو، راه ماشي كي الكيت هو راه علم كيقراو الناس، راه كانوا كيكويو غير بسبعانهم، كيكويو بسبعو كيسخن سبعو كيكويو، كانوا كيكويو هنا وكيكويو هنا، كانوا كيكويو في العنق، كيكويو الغده الدرقيه، كيكويو الحلاقم، كانوا كيكويو الكي. لا علاش؟ لانه ما كيخدموا بلي ميريديان، وتابع الطب هندي صيني ولكن وراء اصله عربي هذا. فعلاش هاد الاشياء علاش ما يزيدوهاش الاطباء، يزيدوها للرصيد ديالهم، يزيدوها يقراوها، علاش ما يزيدوها؟ ما قلناش لهم لا للطب، نعم للطب، ولكن زيدوا معاه شي لاخر. واش اللي عارف الحاجه ماشي بحال اللي ما عارفهاش. كاين اشياء بحال الميزوثيرابي، الميروثيرابي، الكيروثيرابي، الماساج، المسائل هذه يقول لك كيروثيرابي، المسائل اللي كيقراوها كتخص تقراها ثاني متى خصهم يقراوها، ماشي مهن طبيه اللي كيسموها الباراميديك، لا خصها تبقى حتى هو يقراها باش على الاقل تكون عنده فكره، تكون عنده فكره على الاقل يكون عارف، ماشي ما عارف شيء. وهذه المسائل هذا لا اله الا الله، والله لا اله الا الله. فاللائحه الاولى مكونات راكم عرفتوهم فين، علي الطلبه خاصهم يتجنبوا ما امكن المواد الصناعيه اللي فيها لي كولوران لي زاديتيف، معادن ثقيله، لي فاست فود، المسائل هذه راه حتى هي ليبر اكتيفيتي، كثره الحركه، النسيان، ديبريشن. ثلاثه والحساسيه طبعا، انا طارت رازين معروفه الاسون دو كولوران اللي كاين في المشروبات الغازيه في الحلويات البونبون، يعني معروف انه يسبب للحساسيه هذه سطره باينه، ما كاينش لي شيرشور خدموا عليها دي بوبليكاسيون دي زارتيكل، يعني دي ميلي دارتيكل اللي سون بيبلي في هذا، هادشي كله موثق ما فيهش شيء. ف زيد بنتي هبلق لق لق الاوميغا 3 فيتامين، لي فيتامين اللي كيكالميو لينا شنو هما؟ جروب بي، الجروب بي كيكالمي لينا مزيان، كاين الجروب بي وكيعاونوا شي شويه، كيعاونوا شي شويه الاو الاو، علاش؟ لان الاغ الرودوبسين مع العين، لان كاينين دي مرض ديال العين اللي كيديروا حتى هما دي مودتات كيولي درك راسك يعني عليين، ولكن البي كيبقى البي هو الفيتامين سيتو هذا النياسين لاتيامين والريبوفلافين، هادو كيبقاو هما الفيتامينات اللي كيهدؤوا يعني الاعصاب، هادو مزيان. وهذا سبحان الله الجروب بي، هذا لو جروب بي كيكون في النبات تومور، كاين في الفواكه الجافه وكاين حتى في لي ليغيم وفي لي فروي هادو فري، يعني الفواكه الطريه. والبي 2 هذا الريبوفلافين اللي تيقول لك بانه كاين في الحليب، ولا ما كانش الحليب غادي يكون مشكل. البي 2 راه لي باكتيري ديال المسرار راه كاين تجوع، سي لو سبحان الله، سي لي دو فيتامين كلو كور سانتيتيز هما دي والبي 2. والبي 2 لي باكتيري لاكتيك، لا فلور لاكتيك ديال الانتيستان، هذوك البروبيوتيك ديال الانتيستان، هذوك راه يبرودويز لا فيتامين بي، ولكن خاصهم يكونوا سان، خاص دوك لي باكتيري ما يكونش ديزيكيليبر. انا دابا الناس ولاو عندهم دي لوفير ولاو دي غاز في المصران، علاش؟ انا لي باكتيري لاكتيك هذو الباكتيريا اللبنيه ماتت، ولا يعني حلت محلها الخمائر راكم شفتوا الخبز كيتنفخ كيعطي الغاز، طبعا ملي كيكون غاز حنا كنقولوا فيرمونطاسيون الكولي، كاين سي او 2 كاين الغاز. فهاد علي الفيرمونطاسيون اللي كتوقع في الانتيستان، علاش كتوقع؟ لان تما كتجمع الماده وكتبقى لواحد المده يفيرمونط، واش كلشي كيتشكى من الغاز حتى نتوما ياك، انت ما كتشكاش من الغاز، شتي انت ياك تاكل بحالي، انا ما كنتشكاش من الغاز. اذا رديتوا البال في رمضان كيقلوا لي غاز، علاش؟ في رمضان ما كيكونوش لي غاز، نعم ما رديتوش البال، ردوا البال على الكور ديالكم تقراو لا ميتين، ردوا البال على الكور ديالكم. لا ما كيكونوش لي غاز مع الجوع، ما كيكونوش لي غاز مع الجوع، علاش؟ لان هي راه جيعان، ما كاين والو، حاجه ما كاين ما يتخمر، ياك فهمتوا الامور كي دايره؟ قد ما عمرتوها قد ما كاين لي غاز، عمروها كاين لي غاز. المعده شحال كتهز من كيلو الاطباء؟ باقي انتم واقيلا في الدوزيام اني والتروزيام اني، كاين كاتريم اني هنا وكاين سانكيام اني. المعده شحال كتهز؟ الخنشه ديال المعده شحال تتهز من كيلو؟ هي كتسع كتجبد، هي لاسك. دابا قد ما حنا بقينا كتعجبنا الماكله ونعمرو، كنبقاو نعمرو كنعمرو، كتحسوا بواحد لا دولور تيريبل ملي كتشبعوا بزاف ياك. ان دولور تيريبل، لان لو ميسكليس هذا لو ميسكليس فيه ليلاستين، وهذيك ليلاستين ما تتحملش لا دولور. لو ميسكل روج هذا كيتحمل لا دولور، لو ميسكليس ما كيتحملش لا دولور. هذاك الشيء علاش الناس ملي كيديروا انتوكسيكاسيون كيبقى يتلوى ويغوت ويقول لك عندي الماس لداخل وكذا. لو ميسكليس ما كيتحملش لا دولور دي تو. لو ميسكل روج تقدر تحرقه يقول صافي ومن بعد كينساها. لو ميسكل بلون لا، هذو لي فيسير تكون عندهم دي دولور تيريبل.
هذا المشكل ديال 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 الماكله المعده كتزاد، هي المعده كتهز 600 غرام 600 غرام 800 غرام كتمشي حتى ل 1200 حتى ل 1400 بالماء بالماء. وكاين الناس كياكلوا 5 كيلو هذاك الشيء علاش الارض كافيه للبشر، الا رشدنا الانتاج الارض كافيه للبشر كافيه جدا. المعده راه ما كتهزش 100 كيلو راه كتهزها شويه هادشي. هذا العام هذا كنت كنصوم انا بزاف هاد الحريره، كنت كنصوم بزاف هاد الحريره وشويه ديال التمر، وهذاك ولدي كيبقى يشوف فيا ومخلوع عليا وكيقول لي يقول لي راه بزاف هاد الحريره فيها الكميه ديال الطاقه اللي نصوم بها 48 ساعه. لما كانوا الناس كياكلوا ما فيش الحلويات، ما فيش الشباكية، ما فيش الفلالية، ما فيش المخرقة، ما فيش البغري، ما فيش الملاوي، ما فيش رصد القاضي، ما فيش هذيك البرايوات عامرين بال ما كاينش. رمضان للجوع، بروفيتي بروفيتي بيان باش تجوعوا لو ماكسيموم. جوعوا، الجوع عامل طبي رقم واحد. واحد الوقت كانوا دايرينو انمي ديال الاطباء الجوع، لا مال نوتريسيون لي موفيز كونديسيون، لا مال ما بقاش لا مال نوتريسيون، ولات لا سور نوتريسيون، ولات سور نوتريسيون، بقاش لا مال نوتريسيون. الصباح ملي كتفيقوا كتفطروا بقهوه كحله وكرواسون، واخا نديروا قهوه نص نص كاع يلا كتقولوا نص قهوه نص نص وبتي بانا. واش فطرتوا ولا فوزافي مونتي افوت كور؟ فوزافي مونتي، كذبتوا على الجسم ديالكم ما فطرتوش. لو كنتو تاخذوا غير ان فروي اربعه التمرات ولا خمسه، تاخذوا تفاحه تشربوا مع نص كاس ديال الماء فطرتوا الصباح، كل تفاحه وجيت تقرا تفاحه، خمسه التمرات جيت تقرا مع جوج شريحات لا بغيتوا، لا كنتو من جيت عين عايشه من جيت تاونات. كانوا عطاوني في جلاس، مشيت جلاس درت واحد المحاضره، حيت كاع الدواوير دخلت لهم انا، كاع الدواوير درت معاهم. المحاضر الوحيد الدكتور الوحيد اللي كيدخل الدواوير يدير محاضرات هو فايده. كاين المحاضرين كيطلبوا التذكره ديال الطائره والوطيل خمسة النجوم وجوج المليون، انا ما كنطلب حتى شي حاجه. انا كنطلب غير الشباب يسمع يتصنت ويفهم، واللي ما قبلهاش وما عجباتوش يلبق على الحيط. الله يرضي عليكم، انا كنت كنمو بالعلوم وكنت كنمشي معكم بالواقع بلا لوجيك، وكنمشي معكم بالعلم. هذه محاضره ثقافيه واخا علميه سميتها علميه، ولكن نبغيوها تكون عندها واحد طابع ثقافي اكثر ما هو ذاك البروغرام اللي غادي تشدوا تعرضوا نهار امتحان تحطوا وتاخذ 19 نص على 20 وتنجح. فهذا المشكل اللي قلت لكم، لان الناس اللي تقول لك فطرت وما فطرش، تغديت ما تغداش، الغداء ضروري ماشي ضروري، حيت حنا استعمرنا بفرنسا قالت لنا بان الغداء هو الربطه الاساسيه، هو الوجبه الاساسيه، وفيه واحد لو بلا سماه لو بلا ريزيستونس كيخص يكون فيه اللحم. هذا هو الاستعمار الحقيقي، هي ملي كتخرج دوله وكتخلي ثقافتها عندك، هذا هو الاستعمار الحقيقي. احنا باقي عندنا ديك الثقافه، خصك تغدى وخصك دير الشليط واللحم والديسير من وراه. نعم ولاد، ثلاثه ثلاثه خصهم يكونوا، وزادوا كملوا هذيك بلا سياس عاد تمشي للخدمه، خدمنا بكري قدمنا بكري ديروا لا سياس عاد رجعوا للخدمه. اللي كتاكل اللحم مع 12 ما كاينش القرايه عشيه، ما كاينش الخدمه عشيه، ما كاينش التنميه عشيه، ما كاينش ديفلوبمون، ما كاينش النشاط، ما كاينش لاكتيفيتي، ريان كاين النعاس. ملي كتاكلوا اللحم شحال كيستغرق باش يتهضم؟ خمسة السوايع. الا كانت عندكم معده بحال ديالي، اما المعده ديالكم غادي سبعة السوايع وهذا تنفخ، ما غاديش تهضم وتخليه يتم. خمسة السوايع من ما بين أربعة حتى خمسة السوايع باش يتهضم اللحم. المعده عندها عمل واحد، قولوا للاستاذ ديالكم ديال الكاسترو يقرر لكم هذه مزيان، المعده عندها ان سول ترافاي، ما عندهاش سيكونت، عندها ان ترافاي ميكانيك كتعجن الماكله، وعندها ان سول ترافاي شيميك هو ليدروليزي بروتين، حيت عندها لا بيبسي، عندها ان سول ترافاي، ان سول فونكسيون، كتيدروليزي لي بروتين وكتطلق صافي، وما كتيدروليزيش لي بروتين جوسكو ستاد اسيد اميني، كتخليهم بيبتيدات. وملي كيوصلوا لانتيستان غريل عاد لي بيبتيداز ديال لانتيستان غريل هما اللي كيحروا لي زاسيد امينين اللي كنسميهم الكالبين والكاتيبسين والكاسب، هادو اللي كاينين في لانتيستان غريل. واخا نديروا مره علم مره ثقافه ياك. فهاد المعده الا
فيها حاجة حبست لا ديجستيون دي بروتين كتحبس كل شيء. المعدة ما تطلقش الماء حتى يولي 36 دغري. بمعنى الناس اللي كيشربوا الماء من الثلاجة بارد على 10 درجات غادي غير يعطلوا الباساج ديالو، غادي يعطلوا المرور ديالو. قد ما تعطل في المعدة كيتحمل بالحموضة، كيهبط الحموضة الانتستان. المعدة عندها بي اش 2، حنا لقينا 1.9. كنا كناخذوا دي بريليفمون من المعدة كنديروا لهم البي اش كنلقاو 1.9 اسيد تروب اسيد. المعدة عندها بي اش 2 والمعي الدقيق عنده بي اش 8.2. ياكل الله ما قلتوش سبحان الخالق؟ لا، تبارك الله احسن الخالقين احسن منه. يعني المعدة كتخدم بي اش 2 والمصران بي اش 8.2. بمعنى الا كانت لاسيديتي ديال المعدة هبطت للمصران اش غادا دير؟ الفا نوتراليزي. غادا بي اش ديال الانتستان تهبط لستة، الا هبطت لستة لاكتيفيتي انزيماتيك كتوقف، لان كاين بي اش اوبتيموم دو لانزيم. لانزيم كتخدم على واحد بي اش اوبتيموم، ملي كينزل كتنقص لاكتيفيتي ديال يعني النشاط ديال الانزيم. هذا هو اللي واقع الان. المشكل ديال الجهاز الهضمي الان، شكون اللي ما عندوش الجهاز الهضمي مريض؟ الامراض العاديه ديال التحماض والانتفاخ وكذا وليزانفلاماسيون، الاطباء كيتعاملوا معاه ما كاين حتى مشكل الحمد لله، عندنا ليزانتيسبوزموتيك عندنا، ولكن ولا عندنا مشكله اخرى مترتب اكثر اخطر من هذه المسائل اللي الان الاطباء دابا راكم شتوا عليه. كاين الاطباء عندهم نفس المرض كرون والار سي اش كولوباتي فونكسيونيل، هذه الريكتوكوليت ايموراجيك. كاين كرون دابا اش غنديروا ليه؟ والو ريان، ما عندنا ما نديروا ليه، غتعامل مع والو، غتعطيه حاجه كتخفض الالم على الشخص لان كيدير كريز وكيولي شويه يبا، كتعطي حاجه كياخذها كيبقى ياخذها باش داك الالم ما يكونش، وغادي يعيش بداك المسائل. ما وما كاين، ما عندك كيدير، غتاخذ الدواء، ما عنده كيدير، ما عنده ما يدير، ما عنده ما يدير. وهذه المسائل هذه علاش؟ لان ترتبت كما قلت، ترتبت على هذه المساله ان الناس ما عارفينش اش ياكلوا ولا كيفاش ياكلوا ولا حتى وقتاش ياكلوا. الناس ما عارفينش اش ياكلوا، يجهلون تماما ما ياكلون، يجهلون تماما. شريت حاجه كلتها يا سيدي طيبتيها في دارك، راك عرفتي طيبتي، شريتيها من برا ما عرفتيش اشنو شريتي، ما اعلم، نقطه استفهام فوق منها، ما الله اعلم شنو سانتيتيك عاد اللي مخلط بالبلاستيك عاد اللي طايحين فيه شي حوايج تما عاد مالي علينا. حنا كنا معاهم لا شين دو فابريكاسيون ديزا شي اللي تلاحظ تما مشات. هاد اللائحه هذه راه كاينه موجوده في المغرب، منطقه فاس على الخصوص. فاس كان عنده طبخ جيد، طاجين ديال البصله هذيك البيضه اللي كانوا كيخمروها فيرمونتي، كانت النخوه المغربيه في كل شيء، ماشي غير في الاكل، حتى في الجلوس وحتى في الكلام. ولكن حنا ولينا عاليين، ولينا هذا الاواني ديالنا ولات بلاستيكيه، الجلوس ديالنا ولا على البلاستيك، الغطاء ديالنا ولا بلاستيك، الاكل ديالنا ولا في بلاستيك، الطبخ ديالنا ولا سريع ديال 5 دقائق، اما المقله اما الكوكوط اما طبعا. هذه المسائل عندك كما قلت لكم عندها ضريبه، راه ماشي هذا عندها ضريبه، لان الجهاز الهضمي غادي تكون تما ديك الكابحات، الكابحات هذو لي زينيبيتور ديال ديجيستيون، لا بيبسين، لي بيروكسيد، هذو الميلانويد ولي بيروكسيد ما يخليوش المعده تخدم. فين كاينين؟ في الحلويات. ولي زاندستريال عندهم لي ميلانويد سي تان كريتير دو كاليتي، خاص الحاجه تكون مذهبه، تكون ان بو مارون باش تعطي للعين، بحال البيسكوي خاصو يكون ان بو مارون، بحال الحلوى الشباكيه خاصها تكون شويه حمراء. ملي كتاخذ هذاك اللون، هذوك هما لي ميلانويد، سي لا كولور دي ميلانويد. الميلانويد اش ماشي داري اكسون ديزاسي دامينين عالي سكر، وبقينا تم لا بيبسين ما تخدمش. فهاد المسائل هذه حتى هي عندها دي كريز، حتى هي كتسبب عند الشخص دي كريز. حتى هما هادشي علاش الاطباء انتم كتسموا القولون العصبي، يعني كينعكس الحاله ديال هذيك لا دولور، كتطلع هي تتولي حاجه. واش الشخص عنده دولور في لوغروز انتيستان، واش غادي يوجد امتحان؟ ما يقدرش يوجد امتحان. عنده الميغرين يوجد امتحان؟ ما يمكن، يمكن. فهاد لي دولور تا هما كيسبوا هاد المصيبه هذه ديالها. يعني عندنا هادو اللي كيحافظوا الجسم، هما الاوميغا 3 الاوميغا 3 الفيتامين سيتو جروب بي، هذا وكاين الفري فاتي اسيد لي زاسيد غرا سيتو لوليكلين وليكلين ولينيك اللي هي زيت الزيتون. كاين زيت الزيتون، زيت ارغان، كاين في البلاط، كاين في زريع الحيتان، في اللوز، كاين في القرقاع، كاين في كاين الحمد لله ماشي هذا. وكاين تريبتوفان، تريبتوفان كاين في السمك، كاين في القطاني، وكاين شويه السمك هو التريبتوفان ديال السمك والقطاني هما اللي كيمثلوا يعني الرصيد الجميل الجيد النقي النظيف اللي كيعطي السيروتونين مباشره. لان التريبتوفان اللي عطيناه للجسم، الجسم كيعرف يحول هذا السيروتونين 100%.
ما عندناش مشكل. يعني الداخل ميتابوليت كيحول تريبتوفان سيروتونين 100% رياكسيون 100% توتال ما عندناش مشكل. لكن تريبتوفان خاصها تكون تريبتوفان ليبر، خاصها تكون هذه بلا بون ديجيستيون باش تريبتوفان تكون تحرات من البروتينات باش عاد الجسم يعطي سيروتونين. نيرو ترانسميتر راكم عرفتوا السيروتونين، الكولين والسيروتونين هما دي نيرو ترانسميتر، هما اللي كيقادوا شويه التيارات العصبيه في الجهاز العصبي. الكولين، الكولين كاينه في الباربا، كاينه كذلك في المنتوجات نعم الباربا فيها 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 الكولين، هذيك البيطالين هذاك الكولور الاحمر ديال الباربا البيطالين، والبيطالين هي اللي كتحل لك تعطي لها كولين. وكاينه في الصفر ديال البيض البلدي، الصفر ديال البيض البلدي حتى هو كاين فيه لا كولين كثيره، ولا كولين ديال الصفر ديال الصفر ديال البلدي احسن من لا كولين فيجيتال. كولين حتى هو سي تانترون. هادشي علاش الناس اللي كانوا من قبل تاكلوا هذه المواد الطبيعيه كانوا كيحفظوا القران بسرعه. علاش؟ شنو التغذيه اللي كانت عندهم هذيك الساعه؟ كان عندهم البيض البلدي تريبتوفان والكولين، الدجاج البلدي تريبتوفان والكولين، والبيبي البلدي تركي البيبي البلدي هو السورس الكبيره ديال التريبتوفان، هو البيبي البلدي ديك الرومي البلدي. وكانوا كياكلوا الشعير، الشعير فيه الزنك كذلك وفيه لوفير فيه غليتان فيه السيروتونين حتى هو فيه تريبتوفان، الشعير جيد تريبتوفان حتى هو فيه سيروتونين داخل مع اللائحه ديال السيروتونين. كانوا كياكلوا القرقاع والتمر والشريحه والزبيب والشعير البيض البلدي، هادو كلهم مواد اللي كانت تخلي الشخص يحفظ 60 حزب على 6 سنوات ويدخل المدرسه ويجي في بكالوريا ب 20. العكس تماما الان، الا بطلتوا اللائحه اللي فيها هاد المواد ودخلتوا اللائحه ديال اللي فريت والشيبس والمقليات والحلويات والشوكولا والبسكويت والكوفريت والمساء تم، يعني ضربتوا في ناقص واحد قلبتوا تماما، يعني ذاك الذكاء وذاك يعني الجهاز العصبي ما بقاش اونتروتوني ما بقاش محفوظ من هذه المسائل. فطبعا كيطيح فين كيطيح؟ كيطيح في العياء في الشيخوخه، كيبدا ما بقاش يولي النسيان يولي لا مال ميموري ما عليهم ما ساتوراسيون كنسموها حنا ساتوراسيون، الخلايا ما بقاش يخدموا، التيارات العصبيه ما كتبقاش تعطي. فهاد المساله هاد اللائحه هادي تهلاو فيها، راه عندنا في المغرب المينرالز بحال المغنيسيوم والمنغنيز والكالسيوم، هاد ثلاثه العناصر راك مشتوهم. علاش ملي كيكون عندنا فقر الدم كتكون عندنا اوستيوبوروز كتكون عندنا ديبرسيون في نفس الوقت؟ عقلوا مزيان الاطباء، عقلوا مزيان ملي غتخرجوا ان شاء الله عقلوا على هذا. ملي كيكون عندنا فقر الدم ديما طلبوا الميتابوليزم ديال الكالسيوم، راه عندنا نقص في الكالسيوم عنده اوستيوبوروز، وديما كيكون عنده ديبرسيون. ملي كيكون فقر الدم، نعم ملي كيكون فقر الدم كاين واحد علاقه ما بين لو فير مع هذا، ولكن لا، لان الامتصاص في لوغلوز انتيسان في القولون امتصاص الحديد والمغنيسيوم والكالسيوم هو نفس الميتابوليزم ونفس الشيء. ملي كيوقف امتصاص الحديد كيوقف امتصاص الكالسيوم والمغنيسيوم حتى المنغنيز. هذاك الشيء باش يكون نقص في هذا الكاروس، يعني ملي كتوقع العوز في هاد العناصر الثلاثه كيوقع عوز حتى في الزنك. والانيمي دابا ديال الزنك اللي عندنا في المغرب، انا كنشوف الانيمي ديال الزنك اللي عندكم نتوما الشباب عنده انيمي الزنك ما عندوش الحديد. والانيمي ديال الزنك راه كتعطي واحد الضعف للجسم، راه ما قدش يوقف، راه اكثر من الحديد. ولكن الناس ما كيدوهاش في الزنك كيدوها في الحديد. غير هو الكميه ديال الزنك اللي محتاج الجسم اقل بكثير من الكميه ديال الحديد، الجسم محتاج 20 ملي غرام حديد. الزنك يلاه 8 حتى 10 يمشي حتى 15 ديال الزنك. والزنك كاين في الشعير، كاين في السيريال. وهاد المسائل اللي لينا حنا كناخذوا دابا هاد اللائحه ديالنا كنفطروا بكوفريت مع هذا كاس د المونادا، انا ماشي فطور هذا. تقريبا قربت نكمل شحال القضيه؟ 15 دغيا نقرعوا هذوك لي ديابو ونمشي. لي زونتي اوكسيدون مضادات للاكسده، المضادات للاكسده هما المواد الدابغه المواد الملونه، لي كاروتين لي فلافونويد لي بوليفينول، كاع الحاجه اللي كتقطعوها تكحل ولا تحمر فيها لي بوليفينول فيها لي زونتي اوكسيدون، هما اللي كاينين في لي فيجيتو. اتونسيون لي زونتي اوكسيدون كاينين في لي موند فيجيتال ما كاينش شي لانيمال. لي فيبر هادو النبات باش فايت الحيوان باش كينتاز عليه، ان النبات فيه لي فيبر، لي فيبر ما كاينينش عند الحيوانات، داك الشيء علاش الناس دابا اللي ما كياكلوش النبات عندهم كونستيباسيون. لي فيبر كاينين في النبات، والنبات فيه لي زونتي اوكسيدون، فايت الحيوان بلي زونتي اوكسيدون، وفايتو بالاوميغا 3، الاوميغا 3 ابار بواسون، يعني من غير السمك الاوميغا 3 ما كاينش عند الحيوان. يوجد في النبات، في اللوز، في القرقع، في زريعة الكتان، في الزنجلان، في هذا في زريعة القرعة، كاين شوية ديال في الترفاس، كاين الرويال جولي، لا جولي رويال منتوجات النحل، لا جولي رويال والبروبوليس حتى هما منتوجات حتى هما دابا دي برودوي دخلوا لهذه اللائحه هذه ديالي، لان عندهم واحد الدور كبير تما تيلعبوا. صافي دابا غادي نزربوا. لا لا رجعي. كاين هادو اللي كما قلت لكم المحليات، زيد لاسبارتان سيكلاماتوماتين هما اللي عندهم اه، كتبوا 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 اه،
950 حتى الـ 959. هادو هما لي زيدو، هادو هما المحليات. راه غادي تلقاو تما زي سلفات البوتاسيوم، سيكلامات، طوماتين، سكرالوز، سكرالمالتيتول، زيليتول، اكسيتيرا، كاع غتلقاهم في هاد اللائحة هادي. هادو واش كيديرو؟ ملتيبل سكليروزيس، ميموري لوس، بيرت دو ميموار. لا الاسبارتام سيد كاين الفريت، كاين لاكريلاميد معاه بيروكسيد معاه ميلانويد، اللي كنقليو الحاجه فيها ثلاثه كيكونوا ثلاثه. وهادو طبعا صافي صافي وقف، زيد 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 زيد. الاكريلاميد هو اللي كيعطي كي اندوماجي لو سيستيم نيرفي سنترال، هو اللي يعني هو المهم لو سيستيم نيرفي سنترال. الاكريلاميد از ناون تو كوز دامج تو ذا سنترال اند بيريفيرال نيرفي سيستيم. لو سيستيم نيرفي سنترال هو المهم، يعني يعني لا ميموار بروفوند كتكون في السيستيم نيرفي سنترال. المونوسوديوم غليطامات اللي كيسموه الملح الصيني، والغريب ان تكتبوا لكم على هذاك شكون اللي عنده شي بشكيطه هنا ولا شي حاجه غادي يقرا غادي تلقاو منكه طبيعي ناتشورال فليفر. هو ماشي ناتشورال فليفر، هو ما كاينش في الطبيعه. المونوسوديوم غليطامات اللي توجد في الطبيعه هو مصنوع، ما مصنع. وهذا المنكه هذا هو اللي عنده اثر. زيد زيد بنتي زيد. شوفوا على اليمين هذه صوره مأخوذة على المونوسوديوم غليطامات، يعني باش شبهوها، شبهوها بحال هكا كتضرب يعني الجهاز العصبي يعني بسلاح ولا بحاجه يعني. مخرب للجهاز العصبي هو هذا المونوسوديوم غليطامات. نزربوا شويه علي. المونوسوديوم غليطامات كان في هذيك اللائحه، رجع. هذه هي اللائحه اللي فيها المونوسوديوم غليطامات. يعني كل شيء ياك، لانه هو كيبنن. زيد الا داروه في التراب وغمضوا لك عينيك وداروه في فمك تقول لهم دي شوكولا، كيبنن يبنن. الصانع ما عندوش فين، كيبنن وكيجوع وكيعطش، كيجوع ويعطش نهار كامل وانت تاكل وتشرب. يعني هذا استهلاك. كاين حتى هو البرين ليزن، كاين ليزيون او نيفو دي سيرفو. حتى هو هذا المشكل هذا ديال ميغرين، ديبرسيون، قلق، ضجر، توتر، كلهم هادو مشروكين. هادو سي لا فونكسيون دي سيستيم. ملي كتوقع وحده راه كتوقع الاخرى، اتونسيون. وكتوصل من عباد الله ملي كيقول لك مريض حتى ما كيبقاش يجيه النوم، ملي ما كيبقاش يجيه النوم صافي قضى الله امره. تما راه الله يحفظ الحاله الخطيره، تما راه ولا 5 طوال. يعني ملي كيبداو لي ميغرين، ملي كيبدا الشخص يتقلق، ملي كيبدا الشخص داك النوم ديالو مضطرب، ينعس يفيق ينعس يفيق، ماشي هكاك. ملي خصو شويه يعرف اشنو كاين، خصو يعرف، خصو يشخص اشنو عنده، عنده نقص، عنده حاجه خصو يعرفها. وممكن كاين ان شاء الله ممكن الحلول. المونوسوديوم غليطامات كاينه في هذه اللائحه، ولكن هذه اللائحه ما عندناش، ما كتباعش. حنا عندنا ما عندناش حنا البلانت بروتين، والبلانت بروتين اكستراكت، صوديوم كازين، كازين، هادو كيكونوا في دوك المركبات اللي كيعطيو الاطفال الصغار، ولا كيكونوا في دوك لي سوب وداك الشيء كيزيدوا فيهم هذا الشيء. وكيكونوا حتى في بعض الانواع ديال النقانق. زيد المونوسوديوم غليطامات عندنا اللائحه صافي. زيد فود اديتيفز، الكاراجينان، لي زانزيم، باسوم، هادو كلهم فيهم المونوسوديوم غليطامات. زيد زيد. السكر، شوغر، حتى هو كيوقع خلل على مستوى الجهاز العصبي. والكازاين ديال الحليب، والجلوتين ديال الملح، كيعطيو لي مورفين او نيفو دي غروز انتيسان، كيعطيو دي مورفين، حتى هما عند مشكل. هذاك الشيء علاش لي زونفون لي او دي زوتيستيك، هادو لي زونفون اوتيستيك كيحيدوا لهم الكازاين والجلوتين. لماذا؟ لان هذيك الميتابوليزم في الغروز انتيستان كيعطي لي مورفين، كازومورفين. الكازومورفين معروفه كتجي من الكازاين. وهاد لي زوبيود، هادو دي زوبويد، دي زوبويد، دي دروغ، هادو سون سانتيتيز، هادو كيتفرزوا في الجهاز الهضمي في القولون من الجلوتين ومن الكازاين. الطلبه اللي عندهم مشكل ديال شويه اضطراب عصبي يحبسوا الكازاين، الله يرضي عليكم، تحبسوا. والطلبه اللي عندهم مشكل على مستوى الجهاز الهضمي يحبسوا الجلوتين، واخا ما يكونش عندهم سيلياك، واخا ما يكونش حساسيه. المهم غير ينقصوا من الجلوتين. يعني وكاين حبوب اللي فيها جلوتين قل من الاخرى، بحال الشعير فيه قل من القمح، وكاين الفارينه فيها قل من القمح، وكاين الرز ما فيهش، وكاين خرطال فيه قل، خرطال ما فيهش جلوتين. الجليادين هي المشكل، الخرطال ما فيهش جليادين. مع ذلك كنزولوا حنا المالين سيلياك. علاش؟ الخرطال كنزولوا المالين سيلياك ماشي على الجليادين، لان الخرطال كيكونوا فيه دي غرين دو بلي، كيكون كونتاميني بهاد لي غرين دو بلي. هذاك الشيء علاش كنزولوا الخرطال، ما كيكون ما يعطيوش الا هذا. السكر حتى هو مشكل، الله يرضي عليكم. اللي يكون عندكم امتحان حاولوا ما امكن يعني نقصوا، خفضوا الكميه ديال السكر اليومي، ماشي المحليات. السكر هذا اللي كنديروا في هذا هو اللي سميتو السكر، داك الشيء اللي في المناضه واللي في البونبون ماشي سكر، محليات، سويتنرز. باش من دابا تاخذوا المعلومه، ماشي تبقاو اطباء ويضحكوا عليكم من الصناعه. اطباء خصكم تكونوا عارفين
المسائل اللي خصكم عارف كاين المحليات وكاين السكريات. الا سمعتوا شي واحد في شي فضائيه كيهضر على السكريات وكيخلط المناظره مع الكوفيتير عرفوا بان تبارك الله قاري بزاف. ماذا عليك كاين السكر وكاين لي ديكورون، كاين لي سكر لي كربوهيدرات وكاين لي ديكورون. هذاك الشيء علاش ما خصناش نخلطوا والله. وكتلقاو دابا في الواتساب وفي الفيسبوك يعطيكم واحد المناظره شحال فيها ديال السكر وكيدير لكم الكميه ديال السكر اللي كتزيد وها شحال كتستهلك. هذاك خطا، هذاك هذيك لو شيما خطا، لان ماشي سكر هذاك الشيء اللي في المشروبات الغازيه، ماشي سكر بعدا اول. والسكر حتى هو خلق الله راه كاين في لاكاناسيكل وكاين في البيتراف، ولكن الكونسونطراسيون التركيز اللي كاين في البيتراف هو 20%، التركيز اللي كنديروه في البراد هو 50%. يعني الكميه اللي كنستهلكو هي اللي خطيره، ماشي طبيعه السكر. هذا السكر هذا الا خديتوه مثلا 5 كيلوغرام في السنه جيد، الا تعديتو 25 كيلو في السنه خطير. 5 كيلو في السنه قسموها على 365 يوم شوفوا شحال من غرام في اليوم، ياك تعرفوا الرياضيات. ديروا 6 كيلو، انا زدت كيلو علاش؟ لان الجسم ديال المغاربه شويه باقي شاب. على حسب المستهلك المغربي لي زامريكان لي فرونسي دايرين 5 كيلو، انا درت 6 كيلو. 6 كيلو في السنه قسموا 6 كيلو على 365 شوفوا شحال غادي يجيكم، شي حاجه شي نص طوبه صغيره ولا حاجه في اليوم، ما يضرش ما يضرش. نص طوبه صغيره ولا طوبه صغيره في اليوم ما تضرش، ولكن جوج طوبات كبار في اليوم لا. هذه الكميه الاجماليه ماشي غير داكشي اللي فاتاي، الكميه الاجماليه. مثلا الا خديتي مثلا المربى كونفيتير ولا الا خديتي حاجه فيها السكر وزدتي السكر في اتاي وفي القهوه ولا حاجه، ولا خمسه القهوي في النهار ولا خمسه ديال الكيسان ديال اتاي في النهار فيهم كل مره حجره ولا حاجه، الكميه غادا تضاعف غتولي خمسه المرات هذيك الكميه المضاعفه. يعني السكر خلق الله، غير المشكل التكرير ديالو الصناعه ديالو والاكستراكسيون، اننا كنركزوه كنجيبوه بيور 100%. هنا ماشي 100% يلاه 99.5%، يعني هنا السكر خالص ماشي غناكلوه في قصب السكر. الا كان قصب السكر كول ما كاينش مشكل، كاين حتى في الباربه وكاين في التمر بوزكري. التمر بوزكري فيه السكروز، هو النوع الوحيد اللي فيه السكروز هو التمر بوزكري. فقوس والمجهول وهذاك الشيء ما فيهش السكروز، فيه مالطوز فريكتوز فيه حوايج اخرى. على يمكن تدقيق لان باش نتهنى انا من هذا علم الاغذيه، باش علم الاغذيه ماشي نيتريشن، باش نتهنى منه ما نبقاش نقلب في الاورديناتور ولا سميتو عليه. حفظ داك الشيء باركور وتهنيت ياك، احفظوا عرب تتحفظ لا كومبوزيسيون اليمونتير ديال كل شيء، الشعيره شنو فيه، القمح شنو فيه، الجبانه الترفاسه شنو فيه، الغاز ديال الدوم السكوم النبق التمر الشريحه كل شيء تتحفظه تهنا. ولكن كتحفظ الاشياء القويه لي زيليمون فور، ماشي 5.6 ولا حاجه، كتعرف الكميه شحال تقريبا، ولكن كتعرف الحاجه ملي كنقولوا الفول شنو فيه، لا ال دوبا تريبتوفان موليبدين. ما غنقولش لكم بروتين، حيت بروتين حتى الحاجه حنا ما عارفاها. ما نقولش لكم بروتين، شكون اللي ما عارف بروتين في الفول؟ لا غنقول لكم الحوايج اللي اللي مدقين واللي هما قويين في الفول. فول الفول فيه لا ال دوبا، عرفتوا لا ال دوبا شكون اللي كياخذها؟ باركنسون. شنو اللي كيشريو من الصيدليه كيعطيوها الباركنسون؟ لا ال دوبا كاينه في الفول، الفول فيه لا ال دوبا، فيه الموليبدين. الموليبدين هو اللي كيحفز السلفيت اوكسيداز اللي كتخرج هادو لي توكسيك من لوفوا. في الموليبدين، والموليبدين نو سوتروف كو دون لي ليجيمينوز، لا يوجد في كاين في الفول وفي الحمص وفي العدس وفي الجلبانه وفي الصوجا. كاين الموليبدين ولا ال دوبا وتريبتوفان، هادو هما العناصر القويه. عاد غادي ندخلوا لي بروتين ولي فيبر سوليبل، غادي نلقاو كلك فلافونويد تما وغنلقاو حوايج اخرين على تما، ولكن خص كل ماده تخرج لوفور. علاش؟ لان غنخدموا به في لا نيتريسيون، غنخدموا به في غن ماشي عارف الفول واللائحه ما تنحملهاش. دوك الاطباء اللي كيكتبوا لائحه كل الروز كل هذه كل هذه ما تاكلش هذه هذه ما تخدموش باللائحه، لان غادي نضيقوا على الناس. يعطيهم اسس الشخص هذا لو باسيون، يعطيه اسس يخدم بهم واللي يحيد الحوايج اللي فيهم ليدان، راه غادي يعرف انا اللحوم وهذه وهذه، واللي يحيد الحوايج اللي فيهم مثلا هذه باش والشيء الاخر صافي مزيان، الشيء الاخر كله كول ياكل كل شيء ما عندوش مشكل. فلا بقيتي عطيتيه لائحه غادي يبقى مقيد بديك اللائحه، ربما تكون اشياء نافعه ما غاديش يستافد منها، ولا يمشي مسافر ولا يمشي لشي بلاصه ولا حاجه ويلقى اشياء اللي غادي يستافد منها. خاصكم تعطيه اسس، ما تعطيهوش هذا. زيد بنتي زيد نزربوا شويه. هادو هما الاشياء اللي كيدير السكر، هادو لي زينالون، هادو اللي قلت لكم هادو اللي كنشطنشخوهم لي برودوي فولاتيل لي زينالون. كاين بروبيلان غليكول، كاين اللي كينيطويو به الارض، واللي ساكن فوق شي مصبانه، اللي ساكن فوق شي مصبانه راه عنده ديبرسيون. اللي ساكن فوق المصبانه عنده ديبرسيون، من بعد غادي يلعبوا سرطان.
لان هذوك اللي غاز باش كاين يطوي وهذوك كينفويت، وملي تجيبوا الحوايج من المصبانه حلوهم، حيدوهم من الكاغوط وحلوهم وخرجوهم من البالكون واحد ساعه ولا ساعتين عاد لبسوهم، ماشي عاد حيد الكاغوط تلبسها. هذا كثراش الجلالب ديال العيالات والقفطان، لان حوايج كبار الجلالب والقفاطن هذيك خصهم يتسرحوا في البالكون برا باش يتهواو شويه باش داك الغاز اللي كل لاصق فيهم اللي كيديروا به نيتواياج يمشي. هذوك حتى هو عندنا فيه مشكل. وكاين لي نيتوايون ديال الارض، هادو لي زوتروبيل، كاين لي نيتوايون ديال لي زونغل، كاين كاع لي نيتوايون تقريبا لي بروجي نيتواياج هما فيهم دي زانيلون، هادو حتى هما كيديروا مشكل ديال هذا عليهم. سبحان الله، والله سبحان الله كيف ما كان الحال. الجسم حنا كنديروا هذا الشيء هذا راه غير اربيتريال صافي، اما الجسم خلق الله يتكيف مع جميع الاشياء. شوف الاطفال اللي كيديروا السراج ديال الصباط، كيسيروا لنا الصباط ديال النهار كامل ويشم في السراج وكيقراه. كاين الاطفال كيقراو وكيجيبوا نقاط، كيحصلوا نقاط جيده هاد الاطفال. شوف النهار كامل هو كيشم في الريحه ديال السراج، ومع ذلك سبحان الله كما قلت لكم علي الجسم خلقه الله يتكيف، ولكن خصنا نحاولوا عليه، لان امانه صح امانه خص الانسان يحاول عليها. والا عرفتوا الاشياء احسن ما تعرفوهمش، احسن الانسان يعرف. هذه كثقافه، غير كثقافه ماشي كعلم. زيد بنتي نزربوا شويه لان الاستاذ كاين الم الراس، كاين ديبرسيون، كاين الم الراس، وكاين تشيست بين كتكون واحد المره حتى ديك الصدر كتكون فيه واحد عليه ما كيردوش على بال الناس لي زونجين وي، ولكن بعد لا كتكون بعد المره تشيست بين كتكون حتى الام في هذا. وعاد الكرونيك فاتيغ ديزنس الدوخه، ومن بعد لانسومني خلاص هذوك اللي ما كينعسوش. هذه والطلبه اللي ما كينعسوش راه ما يمكنش يدوزوا امتحان مزيان. طلب الله يجزيكم بخير، قبل الامتحان ضبطوا النوم ديالكم، ماشي حتى يقال الامتحان 15 يوم عاد تقول لي البارح ما جاني نعاس راه نحفظ. ملي ما جانيش نعاس مشيت نحفظ، راه ما غادي تحفظش. لأن تما حالة عرضية، حالة مرضية تما، النعاس ما جاش راه حالة مرضية، راه ما غاتحفظش. والطلبة اللي كيسهروا بالقهوة وهذا الشيء راه أخطر شيء سهروا به هو القهوة. غتعطيك الطونيس، راكم عارفين هذا، يعني علي غتعطيك الطونيس. عاد المشروبات الاخرى اللي غنشوفهم غتعطيك طونيس بوندون ان مومون، نعم مزيان، ولكن ا لون تيرم السنه الاولى طيب، السنه الثانيه الثالثه الرابعه لقيتي القهوه تسهر بها وتوجد بها، السنه الثالثه والرابعه ربما ما دير حاجه. يعني لو لون تيرم القهوه نعم، في لو كور تيرم مزيان الجسم كيحس بالطونيس، ولكن لو لون تيرم لا، كيولي لو ميسكل لاش، كتولي تجبد السيد هذا الميسكل ديالو كيتجبد بحال هادو لي زوجي ام، لي زوجي ام تا هما دابا داخلين اللائحه ديال المشكل ديال الجهاز العصبي، ما فيهاش داخلين تا هما لي زوجي ام داخلين في كل شيء، ماشي غير في الجهاز العصبي، داخلين في السرطان، داخلين في الحساسيه، داخلين في كل شيء. تا هما دخلناهم علاش؟ انا عندي دي زارتيكل دو بوبليكاسيون، عندي دي زارتيكل اللي كيهضروا على هذا المشكل ديال القلق ديال الضجر في زيد الدول اللي كدير لي زوجي ام. علي المغرب ما كاينش الحمد لله، المغرب ما كاينش، ولكن ردوا البال اتونسيون، كاين الدول اللي كنستوردوا منها كلها مصبوغه بالصفران، كنستوردوا من الهند ومن كندا من الولايات المتحده من المكسيك من الارجنتين من بلغاريا من هنغاريا، الدول اللي كنستوردوا منها كلها مصبوغه بالصرا، كاع الحوايج اللي جايين من هاد الدول كلهم وجائنا. ملي يجيبوا لكم حبابكم اللوز من برا عاد يعجبكم وتبقاو تطحنوا في الطاجين، اللوز ديال برا كله وجائنا اللي كيجيبوا راه رخيص، كيجيبوا لكم 400 ريال مع 300 ريال الكيلو. شريوا اللوز ديالنا ديال اكنول وديال سوس، اللوز المغربي، وكلوه مزيان جيد الا بقى، الا خلاو لكم الا خلاو لكم كنتكلم معاكم بالمعقول، راكم ما عارفين هيك ما عارفين والو، راكم عاد داخلين الكليه الطب هنا وباركين ناصر. اللوز تشرا في الشجره، تشرا اللوز صافي داو الناس برا، مشى الكوسميتيك صايبوا منه لي كريم ديال الوجه، اللوز البلدي لان اللوز الاخر كيدير الحساسيه ما يصلحش لي كريم. كاين هاد القضيه اللي قلت لكم ديال البورتابل ولي زوند وداك الشيء، هما حاولوا ما امكن، الله يجازيكم خير، حاولوا ما امكن هذاك لي كوتور ديال الودن تفاداوه ما امكن، كاين اللي كيقول لك غنديروا باش نبروتيجي، ما عندك ما تبروتيجي لان الرايون ديال الساتيليت شادك عاق عادي البورتابل على ودنك. انا كاين اللي كيظل داير الاغاني بليكوتور في ودني، ولكن حاولوا ما امكن لان انتم في كليه الطب، انتم في كليه الطب ما عندكمش الحق ديروا شي حوايج ياك ولا لا؟ لا ما كنتوش انتم القدوه، انتم تبداو براسكم، انتم ما غتعالجوش الناس، بدا براسك انت الاول. انت كما انا كما قلت لكم انا كاين اشياء ما كناكلهاش، وكاين مؤتمرات مشيت لهم وديت الزيت البلديه معايا في سامسونيت ديالي، كنتغدى بالخبز والزيت البلديه في المؤتمر، تقدروش ديروها انتم هيك. انا ما كنديرش كرافطات مزوقين ونديروا الريحه ونحسنوا وجهنا في المؤتمر، المؤتمر ما كايناش جبيد، كاين العلم، لا عندكش ما تقول، ما عندكش سير
ثلاث كلاسات الماء. يعني هذه المساله هذه اللي نقول لكم انتم كاطباء خصكم انتم تبداو انتم تشوفوا صحتكم بعدا انتم تبقاو لنا صحاح. انا الطبيب عرفتي سي تان انفستيسمون، الطبيب راه ماشي ساهل، سبع سنين ثمان سنين اذا تخرج من كليه الطب في الاخير يتخرج الطبيب خصو يتخرج صحيح مزيان ويعالج الناس ويخدم 20 عام و 30 عام ياك اكثر. انا راه واصل 35 عام ديال الخدمه، باقي غنخدم ان شاء الله، باقي غندير شي غادي ندير شي جامعه ان شاء الله ونجي نقرا عاد ان شاء الله، غنخلط فيها كاع الانواع ديال الطب، الطب الحديث والقديم والهندي والعربي والصيني والافريقي المكسيكي كلشي غنخلط فيها كلشي. ما كنت تشوفوا فيا علاش ما نقراوش كلشي؟ علاش ما نقراوش كلشي؟ حاجه اللي تفيدنا علاش ما نقراوش كلشي؟ علاش ما شوف غير هذا العام هذا الميداليات ديال الذهب اللي شافوا الناس بان الحجامه غادا اسميتو عليه، واحد خينا قال لي لي سي دي ديالك راه كيترجموا جميع اللغات، هذه شي خمس سنوات قال لي راه لي سي دي ديالك ترجموا جميع اللغات حتى الكوريه ترجموا لها. قلت لي الله يعاون، ها القميجه اللي لابس راه هي هذيك اللي في الصوره شتيها، هي هذيك راه انا كنت باقي تنعقل، كنت معلومات لك هذه الحجامه، كنت واحد المحاضره درتها وكنت تكلمت بالانجلي وهذه عطات لي في ديال ان الحجامه هي الحاجه الوحيده اللي كتعمل ديتوكسيفيكاسيون ديال لو سون، ليس هناك شيء في الطب يعمل ديتوكسيفيكاسيون ديال سون الا الحجامه ديتوكسيفيكاسيون. علاش؟ لان كتحيد ان سون وكيطلع ان نوفو سون يلديلو، هذاك الشيء علاش لي ترانزاميناز الناس اللي عندهم لي باتيت سيم اللي كيحجموا كيهبطوا لي ترانزاميناز، سي اون ديليسيون تو سامبلومون، راه ماشي شي عجب، الدم جديد كيطلع كيدير ديليسيون لي ترانزاميناز كيطيحوا كيهبط، ماشي غير لي ترانزاميناز كنت حتى البي اس ا ديال البروستات كطيح، كلشي كيطيح، لي ماركور تيمر ديال السرطان كيطيحوا يا الان. لا التبرع دم هذيك في ليبوتومي تبرع دم لا، لان تما كتعطي السو ارتيريال البلايص اللي كنحجموا منهم سي دي زون اللي دي ميريديان بالطب الصيني دي ميريديان اللي كيتجمعوا فيهم لو توكسيك، لان لي ميتولور لي ميتولور ايل سو ستوك في لو غرا، لو غرا وكاين دي جونكسيون ملي كنديرو الدريناج ملي كنجبدو كنديرو الدريناج كنجبدو معاهم هذاك لو توكسيك. هذاك الشيء علاش كاينين حالات اللي خصهم يديرو دو سيونس، كاين تهويه باش نهويو الجسم ديالنا سيرتو لي جون اللي عندهم مشكل ديال مال سيركيلاسيون موفيز سيركيلاسيون ديال الدم خصهم حجامه، سينو خص الدم يدير الدريناج. اللي عنده دي موتيت ديبرسيون، نتوما اللي عندكم ديبرسيون بغيتو تجيبو ميداليات ديال الذهب جيبو غير 20 سير 20 في ليكزامان، حجمو عاد ديرو ليكزامان خلعتهم منها ياك. لكن الاطباء كيديروا الحجامه دابا ويديروها زوينه وكلشي وديزانفيكتي ومزيان وستيريل وهذاك الشيء. قربت نكمل بلا ما تكتبي صافي راك نزيد زيد. هو هذا المشروع رجع هذا المشروب هذا هذوك الانرجي درينكس، الانرجي درينكس الله يرضي عليكم بعدوا منهم تتخرجوا من كليه الطب، بعدوا منهم تتخرجوا من كليه الطب راه غادي تجيبوا صفر، وإلا كثرتوا غادي توليوا عاقلين لي غارسون، لي غارسون غادي تولوا عاقلين سا بروفوك لا ستيريليتي. الله يرضي عليكم تجنبوهم تتخرجوا دبر راسك، يعني انتم كطلبه خصنا شويه ننصحوكم الاشياء اللي نافعه لكم، يعني هذه حالات يعني خاصه. زيد نشوف البيطان، البيطان والبروبان هذاك ديال البوطاغاز هذاك حتى هو كيدير المشكل تيمشي للميناج ديال هذا، وهذوك الميناج تيدير واحد كيولي واحد الليكيد في هذاك الميناج شتي راه كاين تم، وهذوك لي غاز دينالاسيون المشكل ديالهم كيمشيو ديريكت لو سيستيم نيرفي كيطلعوا لي زول اولفاكتيف كيطلعوا ديريكت، وهما اللي كيوليو المشكل ديال كنسموه حنا التضبيب ديال الميموار، الميموار كتولي مضبه كيولي انسان اللي يتكونسونطرا 5 مينيت ومن بعد يعيا يلاش ينسى يسو ديبريم كيكون غادي يرجع يشونج دافي، هادو كاع لي شوز اللي كيترتبوا على هذاك الثقل ذاك الماء كيتقل هاد المشكل ديال السيستيم نيرفي. لي بيلز حبوب منع الحمل ما عندكمش انتوما الحمد لله مازال ما ولدتوش، لي زونتي هايبرتونسيون كاينين دي ميديكامون هما كيديروا مشكلة هادو دراغز اند ميديسينالز، كاين البيلز لي بيلول وكاين لي زونتي هايبرتونسيون لانترفيرون شيميوثيرابي انتي كواغولون السنان مشكل ديال السنان تا هو شي، وكاين الكوليسترول، الكوليسترول تا هو كيدير هاد المشكل ديال ديبرس. الناس اللي عندهم كيحسوا براسهم بانهم مقلقين غضبانين ضجيرين قطعوا اللحوم تو سامبلومون صافا، حيدوا الحلويات والبسكويتات والمناظر وداك الشيء، ولكن زيدوا اللحوم وطلعوا لا كونتيتي، كثروا لا كونتيتي ديال الفروي سيك ايت افري لي فروي لي دو لي كلشي 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 لي فروي كلشي التمر اللوز الكركاع الشريحه الزبيب التفاح البانان العنب ما كاينش دابا
دابا كاين الليمون، دابا كاين الليمون وكاين الصفرجي اللي حنا المغاربه حاسبينه ليغيم هو راه فروي. الصفرجي كيطحن مع الماء كيتشرب الصفرجي اللي ريش مونغانيز اللي طري بها ديزانفيكت كاع هذه الادوسي لو سيستيم هذا الجهاز الهضمي هذا لو سيستيم ديجستيف. هذه المساله ديال الكوليسترول اللي بغيت نركز عليها باش نختم وبغي خليتها هي الاخرى. علاش؟ حيت الميموار ديالكم كتميموريزي من اللور، دابا الاخرى هي اللي غتعقلوا عليها. الناس اللي عندهم مشكل ديال ديبرسيون ديال القلق ديال النسيان ديال الاشياء يقطع اللحوم دجاج بيبي غلمي بكري معزي قنفود قنيه كلشي قطع اللحوم تسكي انيمال قطع اللحوم والا زاد الالبان هائل الا زاد لولي اكستراوردينير. يكتفي بالنبات سيريال النشويات قطامي خضار فواكه السمك حوت كاين زيت الزيتون كلشي تاكلون عندنا ما ناكلو في المغرب ما عندناش مشكل. شي واحد قال لي غادي تمشي تحل العياده في دول الخليج، قلت له ودي باش غنعالج دول الخليج؟ باش غنعالج انا في المغرب عندي باش نعالج؟ عندنا العسل عندنا التمر عندنا الشريحه عندنا الصفرجل عندنا الكيوي عندنا ماشي الكيوي عندنا الطرسيمون عندنا ديك في الشمال كيسموها مطيشه الحلوه الكاكي اسمها مطيشه الحلوه ديال الكاكي. الكاكي في الصبانيول كيدير 12 ريال الكيلو في تطوان كيدير 80 ريال الكيلو ما عرفتوش علاه حيت ما عرفوهاش ما عارفينش كيسموها مطيشه الحلوه. هي راه ماشي مطيشه الحلوه الطرسيمون هي فاكهه عجيبه هذا سميتو عندنا منتوجات السمك عندنا منتوجات الجبال عندنا كل شيء الحمد لله راه ممكن والله العظيم. المغرب هو اولى الدول واولى اولى من جميع الدول بدراسه الطب الطبيعي. ملي كنقولوا طب راه خص يكون على طبيب ماشي الناس كاتبين طب البديل هو ما عمرو كاع داز من قدام كليه الطب. ملي كنقولوا طب خص دبلوم يكون خص الدكتوراه ديال الطب تكون. كنقولوا طب طبيعي طب العربي خص تكون طب. علاش؟ لان الصين ملي كيقولوا طب الصيني كتخرج من كليه الطب كتخرج من كليه الطب عاد تقرا طب الصيني. حنايا كاينين ناس كاتبين ما عرفتش شنو هي تما ولا شنو كضحكني هذيك الطب البديل كضحكني صافي ريال فين كضحك الطب البديل شنو الطب البديل شحال قرا من عام الطب البديل غريب والله. شي ملي كتمشي تسول هاك شي البرنامج اللي كانوا داروا معاهم في التلفزيون شي معلم جدو شي مخلي اهلي مو شي داعي معاه جدو كبير شي معلم بو شي راه باقيين حنا دابا الان باقيين سميتو في ميدسان توما 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 ماشي انا علي انا اللي عليا راه كنديرو. المهم داكشي اللي قريت رانا كنوصلو للناس ما غنتحاسبش. ولكن مازال عندنا حوانت دابا كيبيعوا الحندور وبوبرايس والحنش الزرزومية وربعة البقرات باقيين عندنا حوانت كيبيعوا هادشي مازالين كاينين عندكم في فاس وفي مراكش كاينين ما عرفتيش الزرزومية شنو باقيين كيبيعوا الدبانة الهندية والبخوشة والحندور فكرون باقيين كيبيعوا الراس ديال الديب واللسان ديال التعليب باقيين داخل الحوانت كيبيعوا هادشي هذا غريب والله غريب غريب غريب. أطباء بروسكم عندكم الحق عندكم الحق تدافعوا هذا النادي الصحي هذا يبدا بهذه انا عطيتكم مشروع النادي الصحي ديالكم يبدا من غدا. انتم اطباء انتم اولى باش تحاربوا هذه المسائل انتم اولى باش توعوا المجتمع من هذا الشيء هذا ان شاء الله. احنا وصلنا للقرن 21 صافي كفانا هذيك الشعوذه هذيك المسائل هذه. وانا قلتها ملي كان هذا السي الوردي ملي كان عميد ديال كليه الطب في الدار البيضاء كنت درت محاضره الكاتريام هذه تما الطلبه وقلت لهم لا ما عمرتوا شيء الساحه راه غادي نعمروا وحدين اخرين وغادي يجريوا عليكم وراه مسجله المحاضره مسجله. قلت لهم قراوا كل شيء وعمروا الساحه راه لا خليتوا الحجامه الاطباء لا خلاو الحجامه غادي يديروا وحدين اخرين وغادي انتم يقول لكم ما تعرفوش لها. قراوا كل شيء وعمروا الساحه ما تخليوش الساحه الطبيه يدخلوا لها عباد عمروها وهذا راه مهم مهم ليكم المهنه ديالكم خصكم تدافعوا عليها يعني خير ان شاء الله. دابا غير درت واحد فونكسيون ماتيماتيك بزربه ندوزي غير فونكسيون ماتيماتيك فيها رجعي كي اكس 1 اكس 2 هما هذوك اللائحه الاولى اللي كدير واللائحه الثانيه اللي ما كديرش. خصكم هاد لا فونكسيون هادو الفاريابل خصكم تجيريوها فود ريست هذا الراحه خصكم التغذيه والراحه وكاين العوامل الخارجيه اللي هي الاكسجين اللي هي مسائل الخارجيه اللي ما عندنا ما نديرو لي راديياسيون والمسائل اللي كنشموها هاد. فهادو سوليسيون خصكم ديما تردوا البال لهادو التغذيه والراحه والعوامل الخارجيه اللي كتخلي الجسم يتسمم ولا تخلي العوامل الخارجيه من ناحيه التغذيه التغذيه هي راه من لي ميتولور راه كيجيكم من التغذيه خير ان شاء الله. التريبتوفان كالسيوم فوسفور فيتامين بي زنك مغنيسيوم لا ال دوبا لا ال دوبا قلت لكم كاينه في الفول كاينه غير في الفول في الطبيعه كاينه غير في الفول صافا. هادو كلهم ما كيخليوش القلق وهادو كلهم كيخليو الشخص يحفظ بسرعه
حفظ بسرعه. انا ملي كنت كنحفظ في القران، ملي كنت كنحفظ القران كنت كناكل التمر واللوز والقرقاع حسوبات الشعير بزيت الزيتون، حسوبات الشعير بزيت الزيتون ماشي بالحليبه، كنديرهاش بالحليب كنديرها بزيت الزيتون. وكذبوني ولا صدقوني نقول لكم هذاك، وانا حافظ كتاب الله ما خصنيش نكذب. كاين نهارات اللي كنت كنحفظ حزب، والله العظيم الا كاين نهارات اللي كنت كنحفظ حزب صين، اللوحه فيها نص منه كنصن حزب صين كنميموريز. كنقول لكم بان اشياء ممكنه، غير واش غتقدروا عليها؟ ممكنه، اشياء ممكنه. انا ما عمرني درت فيزيت ميديكال وما عمرني كلت الدواء. ملي كنمشيو لاوروبا كنعطيوهم الدم يديروا الكونترول، عندك تكون فيك السيده ولا شي حاجه كنعطيوهم يديروا الكونترول، كتطلع التحليله ايديال كيتم جايين عندنا وزيد دونور وفوت سون كذا، تعطيونا نديروا لا ريشيرش، خذ اسيدي دير لا ريشيرش ما كاينش مشكل، عافيه البشريه. وتكملتها بأو نيجاتيف أو ريزيس موا، تكملتها عاوتاني بداك لو سون لو بلو رار ديال الأدميرون. الحمد لله ما كاين حتى مشكل، وممكن الشخص ما غاديش نزيد في العمر، العمر ديالي هو مقدر عند الله، ولكن غير ذاك العمر نعيشه بسلام، نعيشه بسلام، ما نعيشوش بالألزهايمر وبالباركنسون وبسكليروزون بلاك وبكرون وبار سي اش وبالسرطان وبالشيموثيرابي وبالحساسيه وبالربو وبلازم، ما نعيش، المهم نعيشه بسلام. وحتى إلا قدر الله وكان المرض نعرفوا نتعاملوا معاه، نعرفوا نتعاملوا مع المرض، نحبسوا الأسباب ديال المرض وناخذوا الدواء. سمعتوني قلت هذه، ما قلناش لكم ما تاخذوش الدواء، لكن هذاك الدواء خذوا غير مومونطاني، ماشي تاخذ الدواء ديما. ناخذوا الدواء، نحبسوا الاسباب ديال المرض، وباش ديك لا كريز اللي حنا فيها ناخذوا الدواء لواحد المده ونوليو مزيانين ونعرفوا المرض منين جاي وصافي. صافي ماشي ما فيها حتى مشكل، خاص كيما قلت لكم هذه هي الطريقه، خاص حتى الاطباء يكون عندهم واحد هذا التواصل كيفاش يفهموا المريض، راه ممكن يعطيو نتيجه 100% بدون مشكل، والله بدون مشكل. لي كارديو ها الاطباء هادو لي سبيسياليست، عندي صحابي في الدار البيضاء لي كارديو، قلت لهم بالله عليكم كتبقاو على لي مالاد بالاشياء اللي كتجري الدم بور فلويديزي لو سون، حيت لو سون خصو يدور، لان عندهم هذوك الصمامات ضيقه. قلت ليه هما كياخذوا اللحم كيعقد الدم، وكتعطيهم انتم السانترون كيجري الدم لاسبيجيك وهذا لاسيد اسيتين ساليسي. قلت ليه حبس لي عاد الحوايج هذو اللي كيعقد الدم، ما تعطيه كاع هذه كاع. وفعلا كاين اطباء نيت داروا هذه المسائل هذه، ولا زادوا لي زونتي اوكسيدون، الرمان ها هو الرمان كاين دابا، كتاكلوا انتم الرمان مزيان كتاكلوا، شفت الا كنتوا اطباء وما تاكلوش الرمان كاع ما عرفتش، الرمان دابا الرمان الرمان لكم انتم مزيان. وهادو كاينين دابا عندنا الملفات، عندنا ملفات دابا ديال عند الكارديو في الدار البيضاء للناس ملي حبسوا المنتوجات الحيوانيه تحسنت، باقي كيجي على الطبيب وباقي كيدير الكونترول، والطبيب راضي على نفسه، المريض راضي على نفسه، بجوجهم راضيين على بعضياتهم، ماشي حبس الطب ما حبسوش، باقي كيجي وكيدير الكونترول وكيدير ليكوغرافي وكيدير كلشي، الحاله ديالو جيده، وحبسوا غير المنتوجات الحيوانيه. علاش؟ كوليسترول فيهم كوليسترول وغراساتور، حبسوهم الكارديال، هذه اقل حاجه نديروها. ملي يكون جهاز هضمي مريض المعده كتستغرق 5 سوايع باش تهضم اللحم، حبس ليه اللحم، عنده مشكل المعده كريز حبس له اللحم بعدا باش المعده ترتاح، اعطيه الاشياء اللي كتهضم بسرعه بحال اللي كريم بحال الفروي بحال الاشياء اللي كدوز، ومن بعد يرجع الا بغى ياكل اللحم يرجع ياكل اللحم، ما عندناش مشكل ان شاء الله يكون خير. ديبرسيون، عقلوا على هذه المسائل اللي قلت لكم، اشنا هي؟ غدوزو امتحان تسويت، تحيدوا جميع المواد الصناعيه، لا بغيتو تدوزو امتحان تجيبو فيه 20 على 20، ما كاينش المناضه، كاينش فروماج والقهوه والبيسكوي ايغال ميغرين، كتبوها البيسكوي زائد القهوه زائد الفروماج ايغال ميغرين. بغيتو ديروا التجربه غدا ان شاء الله كلوهم ثلاثه نشوف واش غدير ميغرين ولا لا، هاد ثلاثه هادو ايغال ميغرين ما كاينش هذا. وهاد الله يرضي عليكم لان فيهم هذه فيهم لاتيرامين معروفه كديرها. فهاد المساله حيدوا المواد الصناعيه، حيدوا الفاست فود، المسائل المقليه وهاد الفاست فود، تاكلوا الماكله ديال الدار، كثروا من اللي فروي، دوزوا امتحان بسلام ان شاء الله، وتخرجوا لنا اطباء، وان شاء الله الله يبارك لكم، نتمنى ان شاء الله لكم النجاح للجميع، وتكونوا ماشي اطباء، تكونوا اطباء صالحين، هادشي اللي بغينا حنا، هادشي اللي ان شاء الله. شكرا بعدا على يعني راحتي صدوركم ان شاء الله، والله يعني صبرتوا لي كاع هاد الساعه ونص هذه ما شاء الله.
وان شاء الله راه ممكن تكرروا هاد اللقاءات، راه ما عندنا حتى مشكل الحمد لله، ممكن يتكرروا واخا بعض المرات ما كنحضرش، كاينين الطلبه ما كيتحلقوا بحال في مراكش، كليه الطب ديال مراكش كان ما مشيتش، ظروف القاهره الغالب الله، ولكن راه ملي كيكون عندي الوقت وكنقرا نجي، واخا نكون مريض، راه واخا ما يكونش عندي المركوب، واخا ما يكونش عندي الفلوس، واخا ما يكونش مغدي، راه نجي ان شاء الله.